الى ذلك سجلت مملكه البحرين انخفاضا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 16 حاله قائمه جديده، منها 11 حاله لعماله وافده واربع حالات لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى حاله واحده قادمه من الخارج، في حين لم تسجل اي حاله وفاه خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 24 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 269 حالة